الخدمي، لاعب رجاء بني ملال، عضو جامعي سابق، رئيس نادي سابق تاع رجاء بني ملال، وعضو في عصبة تنسيف الجنوب أيضا سابقا، ومدير تقني تاع الجامعة سابقا. إذا بغينا نعرفوا كي جاتك المنافسات هنا بمدينة المحمدية. المنافسة دايرة في أجواء مزيانة، العدد تاع الثلاثيات مهم بالنسبة لهذه الدورة، هذه هي اللي سميتو السلبيات اللي كاين هي بأن الملاعب قليلة بالنسبة للعدد، كان العدد أكثر من الملاعب اللي متوفرة هنا في النادي هذا. إذا احكي لنا شوية على المسار ديالك. المسار ديالي كما حكيت عليك، بديت الممارسة تاع الكرة الحديدية من الصغر، تقريبا السن ديال 6 سنين ولا 7 سنين تقريبا. وحنا غاديين في هذا الوقت مازال لحقاش الكرة الحديدية معروفة بأنها تجمع بين الأطفال حتى الشيوخ اللي تيفوتوا 70 سنة هذه الرياضة هذه. إذا حدود رجاء بني ملال. إذا نبغي نعرفوا شنو هي الحدود رجاء بني ملال في هالمنافسات. الحدود لهذ السنة هذه ما تمكنوش رجاء بني ملال يشارك بالأكبر عدد تاع الثلاثيات، شارك بثلاثية واحدة. ولحد الساعة مازال الثلاثية مازال غادية في الطريق ديالها، وتنتمنى إن شاء الله تفوز باللقب الثاني إن شاء الله بحول الله. إذا نبغي نعرفوا يعني كي تشوف الكرة الحديدية بالمغرب. الكره الحديديه بالمغرب في اش راني نقول لك، واش هي يعني في تطور ولا في راجع له؟ كما تنعرفوا الرياضه الوحيده اللي من الالعاب الجماعيه اللي كان المغرب تيديها بطولات العالم هي الكره الحديديه. تنعرفوا بان الكره الحديديه بالعكس ماشي في تطور، ولكن غاديه المسار ديالها غادي في تراجع شيئا ما لعده اسباب، سواء تقنيه او تسييريه او تنظيميه. إذا الرسالة اللي بغيت توجهها من هذا المنبر؟ واش نقول لك، الرسالة غادي نوجهها ونوجهها للمسؤولين والجامعة إن شاء الله، بأنه تنتمناو باش يكونوا أشخاص في المستوى اللي يكونوا في الجامعة، ماشي أي واحد يقدر يجي ويدخل الجامعة، والناس خاصهم اللي عندهم الغيرة على الرياضة هما اللي يكونوا، وتتسير تاع الأندية ما خصش يكون تسير عشوائي، خاصو يكون تسير تنظيمي، وتنتمنى حتى الجامعة تحط واحد القانون بالنسبة للأندية. باش كيفاش يسيروا هذه الكره الحديديه، لحقاش الكره غاديه في الحديديه غاديه في تطور، وحنا الانديه مازال غاديين في التسيير التقليدي بزاف. شكرا على الكلمات. اذا كما عارفين حنا سابقا كان هاد اللعبه كانت هي حكر على الرجال فقط، وكما كنشوفوا الان حتى النساء كيتعطاو لهاد اللعبه. كاين العنصر النسوي وكثافه واللعبه راه كيلعبها العنصر يعني مش. بكل صراحه شكون اللي كيلعب مزيان، الرجال ولا البنات؟ لا الرجال. الرجال قوامون على النساء. عليكم. اسم ديالك؟ جلال صبري. جلال، بغينا نعرفوا من اين عصبه؟ عصبه الوسط. الوسط، اذا اليوم كي جاكم التنظيم في مدينه المحمديه؟ صراحه التنظيم في المستوى، واخا كاين شويه ديال الضيق، علاش؟ حيت كاين العدد ديال المشاركين بزاف، ولكن ماشي مشكل. اذا يعني نبغيو نعرفوا واش اول مره كتلعبوا هنا في مدينه المحمديه؟ لا ماشي اول مره، صافي لونطو. اذا نبغيو نعرفوا يعني كيفاش كان الاستعداد ديالكم لليوم الاقصائيات؟ الاستعداد كما العاده، انك كدير لونزونطريمو ديالك في الكلوب ديالك، وكتونكاجا في الكونكور باش تشارك ويكون عندك الحظ باش تفوز بكاس العرش. واش اليوم كتظن انك انت اللي غادي تدي كاس العرش؟ الله اعلم، علم الغيب. ان شاء الله تبدا لك انا نكون من الفائزين، الله اعلم. المهم ما نعلمش الغيب وما نقطعش رزقي، الله اعلم. حاجه اخرى، عندنا كنشوفوا النساء ولو كينافسوكم في هذه اللعبه، اذا يعني شنو تبقى تقول علينا في هذه القضيه؟ لا الصراحه العنصر النسوي ضروري، لان الرياضه شامله جميع الاصناف نساء ورجال. واما بالنسبه للتنظيم لكاس العرش بالنسبه للنساء، هما كيلعبوا بوحدهم والذكور كيلعبوا بوحدهم، يعني ما كيتجمعوش، عندهم كاس العرش بوحدهم وكاس العرش ديال الرجال بوحدهم. قالوا لينا هما اللي كيلعبوا احسن منكم بصح. لا اللي يقولوا، ولكن انما الرجال كيلعبوا احسن من العيال. علاش زعما الرجال كيلعبوا؟ اول حاجه ان النساء اصلا ما كيترينيوش بزاف، يعني قدرتش تخرج تلعب مع البيبل، يعني كتكون عندها واحد محدد هذاك الشيء، وزيدون لا فورس عاوتاني، الراجل ديما كيكون صحيح شويه على. شكرا على الكلمه ديالك. شكرا.